اختتم فعاليات مهرجان السماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 13 الاستثنائية لعام 2020 برئاسة يعني رئيسه ومؤسسه الفنان انتصار عبد الفتاح. المهرجان بيكرم أمير الشعراء أحمد شوقي صاحب نهج البوردة طبعا، والفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، واسم الراحل الشيخ محمد الفيومي. هتقام احتفالية كبرى بعنوان يا جمال النبي بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. خلونا نعرف تفاصيل أكتر مع مراسلتنا نسمة الشافعي بتنضم إلينا من هناك. مساء الخير نسمة، أهلا بيكي معانا. لو تطلعينا على تفاصيل يعني الختام وفعالياته. برحب بك يا دينا وبرحب بكل السادة المشاهدين. يعني بالفعل انتهى منذ دقائق تقريبا ختام فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية في دورته 13 لعام 2020. المهرجان بدأ من يوم 22 من هذا الشهر وانتهى اليوم، وكان رئيس المهرجان هو الفنان انتصار عبد الفتاح. هذا المهرجان هو برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة الآثار و وزارة السياحة بمشاركة أكثر من 20 فرقة من مصر ومن دول أجنبية وأيضا من كنائس مصر. دولة شرف هذا المهرجان أو هذا العام وكانت دولة لبنان، أما كانت صاحبة أو شخصية المهرجان هي كوكب الشرق أم كلثوم. المهرجان أيضا منذ قليل شهد عدة من التكريمات كما ذكرت، تكريم يعني أمير الشعراء أحمد شوقي والفنانة فيروز وأيضا شيخ المنشدين الشيخ الراحل محمد الفيومي. الحقيقة المهرجان يعني بيضم عدد كبير من الأهداف، ومن أهم الأهداف دي هو إرسال رسالة للعالم، رسالة محبة وسلام، وأيضا يعني تجميع عدد كبير من الموسيقيين في قلعة صلاح الدين تحت سماء القاهرة، أيضا يعني إحياء الفن السماعي بجميع أنواعه سواء التراث الإسلامي أو القبطي، وأيضا نشر ثقافة التواصل والحوار بين الإنساني بين الشعوب أجمع. أيضا يعني كان يوجد احتفالية بعنوان يا جمال النبي بمناسبة المولد النبوي الشريف، وشارك فيها عدد كبير من الفرق الإنشاد الديني. أيضا على مدار فعاليات هذا المهرجان كان يوجد معرض للحرف التقليدية والشعبية كان موجود على مدار هذا المهرجان. لو الصورة بتوضح من خلفي يعني الإقبال الكبير للمواطنين، المواطنين حرصوا ان هم يجوا يستمتعوا بيوم حافل الحقيقة وبموسيقى وأغاني يعني للإنشاد الديني. دي كانت الصورة من هنا من قلعة صلاح الدين، وكل سنة وانتي طيبة دينا وكل مشاهدينا بخير وسلام. دايما اعود اليكي مرة اخرى في الاستوديو. وانت طيبة وبخير يا نسمة، بس خليني أسألك، يعني طبعا المهرجان بيقام في ظل وضع استثنائي والإجراءات الاحترازية لكورونا، وفي أيضا كمان مهرجان الجونة بيعقد يمكن في نفس التوقيت. هل بتقولي إنه الإقبال كبير؟ إزاي دول ممكن يكونوا أثروا على المهرجان؟ يعني بالتأكيد أي مهرجان بيقام بيكون في تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية سواء من ارتداء الكمامات ويعني مراعاة على قد ما يعني القائمين على هذا المهرجان بيستطيعوا مراعاة المسافات المتباعدة، وأيضا يعني المواطنين بقى عندهم وعي بأهمية الفيروس وأهمية إن هم يعني يرتدوا الكمامات الخاصة بيهم على حمايتهم بالتأكيد من فيروس كورونا. أنا بشكرك شكرا جزيلا نسمة شافعي مراسلتنا في المهرجان. كل سنة وانت طيبة وبنتمنى لك السلامة ولكل اللي بيحضروا هذا المهرجان.